السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات لا كونطابيليتي جينيرال. دونك دون سيت فيديو اون كومونس نوت كور دو لا كونطابيليتي جينيرال بار لو كور دي بروفيزيون. Alors, donc déjà في لي فيديو بريسيدونت nous avons vu bien sûr donc les amortissements et les différents exercices ou bien des exercices appliqués sur les amortissements. Alors, donc là, tout simplement, l'amortissement, c'est une perte de valeur irréversible d'éléments de l'actif. Donc, elle exerce également des diminutions du patrimoine de l'entreprise dont les effets ne sont pas irréversibles, certaines correspondant à une dépréciation probable d'éléments d'actifs, provisions, donc pour dépréciation, d'autres à une augmentation possible du passif, donc c'est la provision pour risques et charges. Et la provision est une somme effectuée par l'entreprise à la couverture d'une charge ou d'une perte éventuelle. Alors, donc tout simplement, nous avons dit que l'amortissement, c'est une perte irréversible. C'est une perte irréversible ou bien c'est une perte certaine. Donc, cette khasara est une perte irréversible. هنا كتسمعوا عندنا سي لي زامورتيسمون. بالنسبه يعني لي زامورتيسمون قلنا ابليكي، دونك بالنسبه لي زامورتيسمون ابليكي سور يعني لي زيليمون دو لاكتيف، دونك بالنسبه كاين عندنا لاكتيف دونك اون اون فالور ولاكتيف يعني لي زيموبيليزاسيون اون اون فالور، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل بلوس لي ستوك لي كريونس. دونك تو دابور تو سامبلومون كاين عندنا كيلك اليمون دونك ديال لي زيموبيليزاسيون دونك ابليكي لي بروفيزيون. بيان سور قلنا كاين عندنا يعني سارتين اليمون دونك يعني هذاك نامبوزابل با يعني بالنسبه بيان سور لي زامورتيسمون يعني غير خاضعين لي زامورتيسمون. الوغ بالنسبه لهاد لي زيليمون بيان سور في لا بروميير فيديو ديال لي زامورتيسمون قلنا كاين عندنا سكون ابيل لو فون دونك لو فون دو كوميرس او لي تيران et c'est ce qu'on appelle les titres immobilisés, les titres de participation, etc. Alors, donc, il y a tout simplement la différence entre les amortissements et les provisions, que les amortissements, c'est une perte irréversible, ou bien c'est une perte certaine, mais les provisions, c'est une perte donc probable, ou bien c'est une perte réversible, ou bien c'est une perte incertaine. Donc, les provisions, ou khasara, يعني خسارة مشكوك في حدوثها أو لا خسارة يعني probable يعني كنقولوا احتمال ديال الخسارة محتملة ماشي واقعية 100%. يعني هنا كتكون عندنا احتمال وقوع الخسارة وبالتالي كتسمى عندنا لا بروفيزيون. الوغ مثلا يعني ملي كنقولوا يعني بالنسبة لا بروفيزيون دونك تو سامبلومون سي اون يعني بيرت ريفرسيبل سي اون بيرت دونك probable ou bien c'est une perte, donc il y a là, donc c'est une perte réversible, donc réversible. Donc, la perte probable, il y a, 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 réversible, ou khasara, ghair waqi'iya, ou la, ghair mu'akkada. دونك هذا بالنسبه يعني كتسمع عندنا خساره مشكوك في حدوثها وهذه خساره يعني بيان سور بالنسبه خساره مشكوك في حدوثها وكذلك خساره يعني غير واقعيه او غير مؤكده كتسمع عندنا غير فيرسيبل او بيان انسيرتين. الوغ دونك مثلا ملي كنهضروا على يعني غيفيرسيبل او بيان غيفيرسيبل اكسترا مثلا نعطي واحد ليكزومبل مثلا بالنسبه يعني ماكدونالدز. دونك ماكدونالدز اشنو كيكون عندنا مثلا ملي كيكون عندنا بعض اشغال حدا ماكدونالد مثلا يعني في كازا فاش كان كيدوز ترامواي كيصايبو في ترامواي يعني كاع داك يعني كاع دوك الطرقات اللي كتدير ماكدونالد كيصايبو فيها وبالتالي يعني كيكون عندنا بالنسبه في داك الطرقات كيكون عندنا لو روش يعني بزاف ديال الناس كيكون عندنا يعني الكونفلي ديال لا سيركيلاسيون اكسيتيرا دونك بالنسبه للمشاكل في يعني في المرور ديال الطرقات وبالتالي يعني الناس اولا الكليان اللي كيمشيو لماكدونالد يعني كيتفاداو انهم يدوزو من ديك الطرقات اللي كاين فيهم يعني اللي كيكون فيهم بزاف ديال لي بروبليم دو سيركيلاسيون وبالتالي يعني بالنسبه يعني الكليان غادي ينقص ما غيبقاوش يمشيو لماكدونالد. دونك هذا كيتسمى عندنا يعني سي لو بروبليم ديال فون دو كوميرس يعني الاصل التجاري غادي يهبط لنا وبالتالي يعني الشيف دافير رياليزي باغ لونتربريز ديمينوي. الوغ دونك هنا كيكون عندنا غير احتمال
انه غادي يهبط، ماشي بالضروره غادي يتنقص ولا ما يتنقصش، ممكن انه يتهبط يعني يتنقص ب 25% 50% 40%، ولكن هنا غير احتمال او لا غير واقعي ولا غير يعني موثوق حدوث ديالو. ولكن ملي غادي هنا مثلا الى نقص لو شيف دافير ديال مثلا ماكدونالد يعني الى نقص ب 25%، ولكن ملي غادي يساليو هذوك الاشغال يعني ممكن انه يرجع يعني نفس لو شيف دافير رياليزي بار لونتربريز، ويقدر يتزاد او يقدر ينقص شويه ماشي بحال كي كان في الاول. وبالتالي هنا كيكون عندنا غير يعني هذاك الاحتمال ديال يعني ديال الوقوع هذاك يعني الخساره بالنسبه للشركه، وبالتالي كنقول لها سي اون بروفيزيون. باغ اكزومبل عاوتاني كاين عندنا نوتر اكزومبل ديال لي كليونس، مثلا ملي كيكون عندنا واحد الكليان يعني واحد الكليون كنا كنتسالوه مثلا واحد لاسوم دارجون 1000 درهم مثلا ولا 2000 درهم، الى مثلا وقع عليه شي مشكل في الشركه، دارت فايت او توفى او لو وقع عليه شي مشكل، وبالتالي هنا كيكون عندنا احتمال ان هذاك السيد ما غيبقاش يخلصنا، ولكن يعني ماشي مؤكدين 100% انه غادي ما غاديش يبقى يخلصنا. مثلا واحد السيد شكينا فيه مشكوك في امريكا كيتسمى عندنا سي تان كليون دو تو اليتيجيو، مثلا واحد السيد بعنا ليه واحد لا سون دارجون مثلا واحد لو برودوي وعطيناه يعني بالكريدي 1000 درهم، ولكن حنا هذاك السيد ما تيقينش فيه واش غيخلصنا ولا ما يخلصناش. دونك هنا كيكون عندنا مشكوك في امره، ولكن ممكن انه حنا ما قيمه متاكدينش انه ما غيخلصناش، ولكن يقدر يجيب لنا الفلوس يقدر ما يجيبش لنا الفلوس، يقدر يتعطل اكسترا، وبالتالي هنا ما كتكونش عندنا سي اون بيرت ايريفيرسيبل او بيان سيغتان، وانما كتكون عندنا سي اون بيرت بروبابل غير محتومه او لا مشكوك في حدوثها اكسترا. الوغ دونك هنا بالنسبه يعني يعني تو سامبلومون لا بروفيزيون يعني بالنسبه لا ديفينيسيون جينيرال سي اون بيرت ايريفيرسيبل او بيان سي اون بيرت بروبابل، باش ما تبقاوش تكثروا يعني بزاف ديال يعني ديال لي ديفينيسيون. الوغ بالنسبه لو بلون كونطابل ماروكان ديستينغ 3 تيب دو بروفيزيون، دونك كاين عندنا 3 تيب دو بروفيزيون، يعني لا بروميير بروفيزيون كاين عندنا سكون ابي لا بروفيزيون بور ريسك اي شارج، دونك كاين عندنا بروفيزيون بور Donc pour dépréciation de l'actif. Donc provision pour dépréciation de l'actif. Achetez les provisions pour dépréciation de l'actif. Ou en aucun cas n'a pas d'annonce sur l'actif. Donc il coule n'a bien sûr imposable à la provision. Mais c'est imposable à les amortissements. يعني خاضعين لا بروفيزيون وماشي خاضعين بيان سور بالنسبه لي زامورتيسمون. ديجا شفنا في لا بروميير فيديو ديال لي زامورتيسمون قلنا كاين عندنا سيغتان دونك سيغتان اليمون دو لاكتيف دونك ايموبيليزي اي لاكتيف سيركيلون دونك نامبوزابل با يعني بار لا بروفيزيون. دونك هنا تو سامبلومون سو سون يعني دي زيليمون، مثلا كاين عندنا لي زيموبيليزاسيون لي كريونس اي اون بليس دونك لي تيتر. دونك هنا كاين عندنا يعني بالنسبه كاين عندنا لي زيموبيليزاسيون وكاين عندنا سكون ابيل لي تيتر وكاين عندنا دونك بالنسبه لي كريونس. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون دونك لي زيموبيليزاسيون كاين عندنا فيهم لي تيران دونك تيران وكاين عندنا الفون فون دو كوميرس وكاين عندنا بالنسبة لي تيتر راه كاين عندنا فيهم لي تيتر دو بارتيسيباسيون وكاين عندنا لي تيتر ايموبيليزي دونك هادو بالنسبة يعني لي تيتر ايموبيليزي يعني كاين عندنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون لي تيتر ايموبيليزي. بالنسبة لي كريونس بيان سور راه كاين عندنا لي كريونس دونك ديال يعني بيان سور ديال لي كليون يعني كريونس كليون او بيان لي كريونس ديال يعني فورنيسور دي تو اكسيتيرا وكاين عندنا سكون ابي لي ستوك دونك ستوك. دونك هادو سو سون دي زيليمون يعني هاد لي كاتر اليمون دونك امبوزابل ا لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف، يعني هادو كيتسموا عندنا الخسارات ديال يعني الاصول الثابته. دونك بالنسبه دوزيام اليمون دونك كاين عندنا سكون ابي لي زيليمون بور ريسك اي شارج دونك كاين عندنا يعني بروفيزيون بور ريسك اي شارج. دونك بالنسبه لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج دونك راه غنشوفوهم بيان سور بالنسبه هنا كاين عندنا سكون ابيل يعني بالنسبه يعني لي ديفيرون ريسك سور لي شارج باغ اكزومبل لي شارج ديال كونستاتي او بيان لي شارج ديال لي برودوي هذوك كونستاتي اكسترا. اون فوار يعني اون ديتاي كيل سون لي ديفيرون دونك بروفيزيون بور ريسك اي شارج دونك في لي فيديو بروشين ان شاء الله. دونك كاين عندنا سكون ابيل لي بروفيزيون ريغلومونتي
Donc, les provisions réglementées, les provisions réglementées. Donc, بالنسبة les provisions réglementées, ou bien, بالنسبة le règlement, les amendes, ou bien les taxes, ou bien les impôts, etc. Donc, par exemple, etc. Donc, il y a qui connaissent les provisions réglementées. Donc, on va voir dans les vidéos chaque élément étape par étape. On va chercher les définitions, etc. Donc, il y a les éléments, les provisions. Donc, il y a trois types de provisions l'oulani ou provision pour dépréciation de l'actif. Il y a les provisions pour risque et charge. Et troisième, c'est les provisions pour règlement. Alors, on va faire la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, on va chauffer provision pour dépréciation de l'actif. Bien sûr, on va chauffer élément par élément. On va chauffer les immobilisations pour les titres, etc. Donc, les vidéos, maintenant, on va chauffer les provisions pour risque et charge et les provisions pour règlement ou bien provision réglementée. Alors, donc, ce sont des éléments de la provision. Maintenant, comme vous avez compris, on a la notion générale sur la provision. Donc, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir le premier élément des provisions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.